والمعتنقين اللي كيتلاقاو بيهم، غير هو سادو اللي لقيت انا ما كتكتبش بنفس الطريقه اللي كتبها بوز في العنوان، ولكن مكتوبه ب اس ا دي اش يو، يعني سادهو. وحسابني عاوتاني باللي راني لقيت كلمه اخرى ما عندهاش علاقه بالعنوان ديال التراك، وفاش تصنت للسطر الاول من التراك لقيت باللي سادو اللي لقيت هي اقرب شرح لسادو اللي دار بوز في العنوان، واللي غنزيد نشرح لكم علاش من بعد ما ندوزو نسمعو التراك. بالنسبه للصوره او المينياتور كيبان لي فيها انسان مغطي وناعس في غرفه او زنزانه مظلمه فيها باب مشبك داخل منه الضو ديال النهار. والمعنى ديال الصوره في نظري من خلال النور والظلام ان النور هو العلم والظلام هو الجهل، والانسان هنا ناعس في الظلام يعني غارق في الجهل، والعلم المتمثل في النور هو بوحده اللي قادر يفيق الانسان من الجهل. وإلا كانت الصورة عندها علاقة بالعنوان سادو اللي ديجا شرحته، فكنظن أن الإنسان هنا بوحده في لحظة استنارة أو تأمل، يعني كيحاول يفهم وهو في حوار مع الروح والعقل ديالو الأشياء المحيطة به، وضوء النهار هو اللي كيبان لي قد يكون دليل على الاستنارة، حيث في الحقيقة الإنسان في لحظة استنارة ما كيكونش ناعس، ولكن داير الجلسة ديال اليوغا اللي هي عبارة عن صلاة في الديانة الهندوسية والبوذية. وتفسيري للصورة ما هو إلا تفسير شخصي، واللي عنده تفسير اخر للصوره ما فيها باس يكتبوه في العنوان. يا سادو بالراب جاي لبيك السيخ كي محمد كي كريشنا، صرا بالراب داير بيك فين ما تأملت عينيك تصيبنا، صرابي وتياكلوك صباعك ليك تمشي بانش تيدبل، صرابي وصوت يعقلو دماغك بلاصتي في روحك غتهبل، تيسينو زكزاك يكتبوه لما تيملك عين تالت يفوتني، بسبب المرض ناضو شدبوه شي سنار شي صطافي تسوقني، الحالة طالبة شيكولاطة بومبي ماشي دموع سامية اقريو، الفضايح شاريو نتا يا الزومبي تفرقع دي سطاتي في دبليو. المهم من السطور الاولى كيبان لينا بلي بوز بادي هاد ديسك بليغو تريب، وراكم عارفين بلي اي رابور في ليغو تريب كيكون كيهضر على راسو وكيستعرض القدرات ديالو في الراب، وفي اول سطر بوز كيقصد بسادو بالراب جاي البيكي السيخ كي محمد كي كريشنا. المهم السيخ هو اسم يطلق على مؤسسين الديانة السيخية، وهي ديانة توحيدية يعني كتآمن بوجود الاله بحال الاسلام واليهودية والمسيحية، وهي ديانة مقدماش بزاف حيت تأسست في القرن 15، ومحمد هو الرسول وكريشنا هو احد الالهه في الديانه الهندوسيه. وكنظن بلي بوز خداها ثلاثه شخصيات كاسلوب استعاره حيت موالف ديجا كيهضر في الديانات وكيقصد بسادو بالراب جاي لبيه من خلال سادو اللي ديجا شرحت انه كيجول بالراب وهو زاهد يعني كانسان عادي على قدو، ما كيجولش به باحداث السيارات واللباس كما النجوم ديال الراب، وبلا ما يتقمص شي شخصيه يفتخر بها وما كيفتخرش اصلا بالراب، وكيديرو غير بليزير وما كيتسناش منو شي مقابل بحال الشهرة او الفلوس. وهذا السطر هو اكبر دليل على ان سادو اللي شرحت صحيحه، حيت خدا سادو احد مؤسسين الديانه الساديه كمثال للزهد، يعني واخا مشهور عايش على قد الحال بحال سادو والاتباع ديالو، وهذا الشيء اللي كياكدو في السطر الثاني، ترى بالراب داير بيك فين ما تأملت عيني كتصيبنا. وهنا كيكلاشي الروابط اللي كيفتخروا بالراب حيت كيتساراو به، يعني جامعين منو الفلوس ومشهورين بزاف. فين ما تأملت عيني كتصيبنا يعني بوز فارد الوجود ديالو، اي رابور واخا يكون مشهور بزاف غيكون كيعرفو ومعترف به حيت فين ما مشى كيعاودو الناس عليه، ترابي وكياكلوك صباعك اللي كتب شي بونش كيدبل، زعما بوز كيرابي بلا ما يلقى حتى صعوبه في الكتابه بينما بزاف د الروابه كيلقاو صعوبه في الكتابه، وكيقصد باللي كتب بونش كيدبل ان الروابه كيفرحو غير ملي كيلقاو شي بونش لاين او الكجام كما هو معروف الدارجه، تنرابي وصوتي عقلو دماغك بلاصتي في روحك غتهبل. وهنا نوع من الانتقاد على ما كيبان لي للرواب اللي كيديروا فيها ما معترفينش ببوز فلو، وهما كيتمزكولو حافظين الاغاني ديالو ومعترفين به غير ما كيبغيوش يبينو، تيسينو الزيكزاك يكتبوا اللي ما تيملك العين الثالثه يفوتني. وهنا كينتقد الرواب اللي كيتكلاشاو في امور تافهه وكيبغيو يكلاشيو بوز فلو، وقال لهم اللي ما تيملك العين الثالثة يفوتني، يعني اللي ما عندوش تفكير عميق بحالي وما عندوش نظرة خاصة للحياة بلا ما يكلاشيني غير غيضيع وقته، بسبب المرض ناضو جدبو شي سنة في شي صطافي تيسوقني. وانا كيقصد انه ولا شخص مؤثر بزاف لي فان ديالو، داكشي علاش وصفهم بالمرض. الحالة طالبة شيكلاطة بومبي ماشي دموع سامية اقريو، والمقصود هنا ان الوضعية اللي كيمر بها الشعب حاليا من تهميش وبطالة الى اخره خاصها ثورة ماشي دموع سامية اقريو،
يعني ماشي سكات والحسرة على الوضعية. وسامية أقريو كنظن بلي كلشي كيعرفها، هي ممثلة محترفة بالخصوص في الأدوار ديال البكا، داكشي لاش خداها كمثال مع العلم أنها مرا. وهنا وقيل بغى يقصد بلي الحالة خاصة ثورة ديال الرجال ماشي البكا ديال العيالات. الفضايح شاري وانت يا الزومبي تفرقع دي ستاتي في دابليو. هنا كيقصد أن الأغلبية الناس راس مالهم غير هضرة وما كيقدو يديروا والو فاش كتوقع شي كارثة ولا فضيحة، وشبههم بالزومبي يعني ما كيقدوش يتحركوا ويهضروا، وما كيعبروا على الغضب ديالهم غير ستاتيات في مواقع بحال فيسبوك واللي كتبدا كلها بدبليو يعني دبل في. فيلوكاسيون كاتبا المورسو بوس كي جوج الميروار مناقشين، العيالات بلا الحق وطايشين، كلشي زبط من جيبو مريشين، الدكورة اختازلك فقوقو نوضو صلاو على سيمون دو بوفواغ، الزاباطياض فوق الما تيدوقنا غير لنطق او غوفواغ، تا كنقول نحب ساعة كنعيق هادي غير الفكرة هاد المجمد، تا كنقول نسب ساعة كنفيق اجي غير نتناكرو بكمي ومد، العيشة بالحكمة محاربة مكاينش الكير تجر مي وقد، الحطوطة ولا ايكو عليكم ضاربة، العشق شي عراق بنضو الحد. بيلوكاسيون كاتبا المورسو بوز كي جوج لي ميروار مناقشين. المهم اقرب مفهوم لبيلوكاسيون كيما نطقها بوز هو اوكازيون يعني محاولة جيدة، و الا كانت هاد اوكازيون كتعني حاجة اخرى سمحوا لي ما فهمتهاش. و الا كنتو كتفرجوا في كورة غتكونوا كتسمعوا بزاف المعلق كيقول كي البيلوكاسيون. كاتبا المورسو بوز كي جوج لي ميروار مناقشين، و لي ميروار هما المرايات، وعلى حسب ما فهمت على حسب السياق كيقصد بها وقيل الناس اللي كيتمزكولو الا داروا محاولة وبغاو يفهموه، وفهموه راه المحاولة ديالهم في الفهم ديالو ما بيهاش حيت ما غيفهموش كل شيء. كتب المورسو بوز كي جوج لي ميروار مناقشين، وهذه غالبا كيقصد بها بلي من قوة ما كيبان له الغموض في الحياة ما كيكونش عنده تصور او تفكير واحد، لدرجة ان الافكار ديالو كيوليو متناقضين مع بعضياتهم، شي اللي كيخليه كيعيش نوع من السكيزوفرينيا اللي كتخليه مناقش غير مع راسو. شبه جوج مرايات كيشوفوا في بعضياتهم بهاد السكيزوفرينيا في التفكير، حيت كل مراية كتعكس الصورة اللي باينة في المراية الأخرى، بمعنى كل فكرة عنده كتناقض مع فكرة أخرى. العيالات بلا الحق وطايشين، كل شي زبط من جيابو ومريشين، كيقصد بها بلي العيالات ما واخدينش حقوقهم وباقيين الرجال محتقرينهم في المجتمع، واخا هكاك مغرورات بنفوسهم، كل شي زبط من جيابو يعني كل شي تعرى وخسر فلوسه كاملة على ود الشهوات اللي مريشين عليها، يعني نايضة الحرب غير على الشهوات. الذكوره اختزلوك في قوقو نوضو صلاو على سيمون دو بوفوار، وعلى حسب بزاف ديال التراكات عند بوز فهمت انه كيقصد بالذكوره اختزلوك في قوقو ان بزاف ديال الذكوره عندهم مفهوم الرجوله كينحصر غير في العضو الذكري. وقلبت على سيمون دو بوفوار ولقيتو بلي عنوان كتاب ديال كاتب فرنسي ملحد سميتو جان بول سارتر، وهو معروف بالفلسفه الوجوديه، وعلى حسب ما فهمت من شي فيديوهات على هذا الكاتب اللي كانت من الاهداف ديالو انشر الانسانية في العالم بدون الحاجة للدين، وهذا السطر اللي قال فيه بوز نوضو صليو على سيمون دو بوفوار انه كينتقد الناس اللي واخدين الدين كمعيار الاخلاق ولكن ما متخلقينش، وكيوجه ليهم رسالة انهم يشوفوا شي وسائل اخرى يبحثوا فيها على الاخلاق الا كان الدين ما استطعش يردهم متخلقين. والفكرة العامة من هذا السطر ان الدين ماشي معيار الاخلاق. زباطيادو فوق الماء كيفهمنا غير اللي نطق او غوفوار. المهم زباطيادو قلبت عليها ولقيتها معزوفه ديال الاوركسترا او الاوبرا، فهمت منها انه ما كيفهم الهضره بوز غير اللي ما كتهموش ملذات الدنيا ومستعد يموت في اي لحظه. حتى كنقول نحب ساعه كنعيق هذه غير الفكره ديال المجمد، كيقصد بها انه ولا مغلب العقل ديالو على العواطف، يعني ما بقاش كيربي الكبده على بنادم وكيتيق بيه، هادي غير الفكرة ديال المجمد يعني القلب ديالو قساح من جهة بنادم حيت ديجا دازت عليه وخدا عبرة من التجارب ديالو السابقة مع بنادم. تا كنقول نسب ساعة كان فيق اجي غير نتناقرو بكمي ومد، يعني ملي كيغضب ما كيطفيش الغضب ديالو بالسبان اللي كيقصد به الغوات والصداع، وكيطفي الغضب ديالو بالكماية ديال الحشيش. العيشة بلا حكمة مضاربة ما كاينش الكير طاجر ما يقد، يعني ولينا في زمان ولات فيه العيشة بلا حكمة، يعني كلشي كيحاول يعيش بأي طريقة بلا ما يحضر الحكمة، يعني بلا ما يخدم العقل ويفرق بين الخطأ والصواب. الحطوطة والإيغو عليكم ضربة، اللي عشق شي عراق ناضو الحد. اللي قصد بالحطوطة يعني بنادم ما بقاش كيفكر بعقله ولا كيفكر غير في الزهولة لا ومالي، والإيغو يعني ولا بنادم أناني كيفكر غير في راسه. اللي عشق شي عراق ناضو الحد يعني حتى الإلحاد ولاو كيدخلوا ليه الناس ماشي حيت فكروا وتأملوا،
ولكن غير باش يتبعوا الشهوات ديالهم، حيت في الالحاد ما كاينش شي ضوابط شرعيه اللي تمنع بنادم من انه يدير حاجه كيفكر فيها، حيت ما كيامنش بالبعث والحساب على اي حاجه دارها. بوزرا بيرتي بان قريح ثقافتي كلها طايحه كريز، بوزرا بيرت زاد فري حيت عاش فين غوتات يا من عزيز، بوز فهمه روح مراض فهمت مزيان سكات الليل، بوز فيه بالو طلع كراض تنفيض بسكات كي واد النيل، تنفس حل عينيك وتبعنا برمطر تقشي انرجي تربنا، مرحبا بك في لي تخونواغ تخوا مينوت تساوي ياسنا، انا متايبه مول الاستابل عزفنايك وزيدنا عشقا، اما لهاد العيشه هنايا ستابل تنكر الجهل وشعرا. بوز رابور تايبان قري حيت ثقافتي كلها طايحه كريز، وهنا كيقصد باللون القري او الرمادي اللي وصف به راسو انه كيبان حزين ومتحسر على الثقافه ديال الناس اللي تزاد وسطهم، حيت سايده بيناتهم ثقافه الايمان بالخرافات اللي كتخلي الجهل ديما منتشر. بوز رابور تزاد فري حيت عاش في نغوتات يا من عزيز، يعني تزاد حر في التفكير ديالو وغير مقيد بالثقافه اللي كبر فيها، بحال يا من عزيز اللي هي فنانه امازيغيه رحيله وشبه راسو بها، حتى هو بحالها دار داكشي اللي قال له راسو وما خلاش المجتمع ديالو يتحكم فيه. بوز فهموه رواح مراد فهمات مزيان سكت الليل، يعني كاينين اللي كيفهموه بلا ما يهضر حيت عندهم نفس التفكير اللي عنده هو، بوز فهبالو طلع قراد تنفيض بالسكات كي واد النيل، يعني داك التفكير المختلف اللي عنده اللي في نظر بزاف ديال الناس غير هبال عطاه قيمه عند بزاف ديال الناس، حيت ولاو بزاف متبعين وكيتصنتوا ليه، وتنفيض بالسكات كي واد النيل يعني كيكون ساكت حتى كيخرج شي اغنيه كيهضر عليها كلشي، حيت كتكون غالبا مختلفه على الاغاني الاخرين من ناحيه ديال الافكار اللي كيبغي يوصل منها للناس. تنفس حل عينيك وتبعنا طرطق شي انرجي طربنا، وهذا ميساج للرواب اللي كيوصلوا ميساجات تافهين كيشجعهم يتعمقوا شويه ويحطوا شي اغاني اللي ينافسوا بها بوز فلو. مرحبا بك في لي تخونواغ 3 د المينوت ساوي سنا، لي تخونواغ هما الثقوب السوداء اللي كتكون في الكون من بعد انفجار النجوم واللي كتجذب اي حاجه قريبه منها، ودارها كاسلوب استعاره الراس حيت كيجذب الافكار ديالو بزاف ديال الناس، ومعروف على الثقوب السوداء انها كتبلع الكواكب والنجوم، وبهذا كتبلع الزمان والمكان اللي كتخلقوا النجوم في الكواكب اللي كتدور عليها بحال الشمس والارض والزمكان، هنا كيولي نسبي ومن بعد كيختفي. وهذا غير توضيح مني لثلاثة دقائق سوية سنة اللي قصد بها ان ثلاثة دقائق اللي هي مدة الاغاني ديالو اللي كيكتبها دغيا سوية سنة من التفكير والكتابة عند بزاف ديال الروابط، وخاصها سنة من التحليل عند بزاف اللي كيتصنتولو عادي فهموها. انا متايبة مول الاسطابل عزفنيك وزيدني عشقا، اما العيشة هنا يسطابل تنكر الجهل شعرا، المقصود بالاسطابل هو المكان فين كيديروا الاحصينة، وغالبا كيكون مكان هادئ ما فيهش الضجيج وما فيهش بنادم، والمقصود ان بوز كيلقى راحته في مكان هادئ وطبيعي وكيتمزك الموسيقى هادئه. اما العيشه هنا يا ستابل تنكر الجهل شعرا، يعني عايش وسط ناس ماديين جاهلين ما كيقدروش الهضره اللي فيها حكمه. اما بقى الاربع ولا ضرا، اما بقى الاركع ولا شرا، الا حليب نار تصال خلاص، الا نوح نار هرسو الكاس، اغي سكر وشكي على البارمان فيق ما بقى لا تراكتور لا لامبا، اغي السر وبكي على الالحان تاق العمر غادي بالتيمبو رومبا، طلقي الليستا السكريتيرا جيب قهوة واحد تريستل، صبري نشوف كاع ستوك لي تيرا، لي سولك عليا قول له رحل، حفرنا بالمعالق بير حلو، ما كاين لاش زمزم يتباع برو، رانا عرفتي بان بوز برو، تتسمع تبوريطا بلي كلافي. اما بقى لا ربيع ولا غراء، اما بقى لا ركيع ولا شراء، الى حليبنا راه تصلى خلاص، الى نوح نهرسو الكاس، وهنا بحال التراك ديال بونوي كيتوقع نهايه الحياه وموت كل الكائنات، الى حليبنا تصلى خلاص كيقصد بها الماني اللي مسؤول على التكاثر زعما ما بقاش، الى نوح نهرسو الكاس يعني الكاس تهرس من قوه الهموم والمشاكل اللي كنسيوها بالشراب، اغي سكروشكي على البارمان فيق ما بقى لا تراكتور لا لامبا، كيقصد بها ان الدنيا ما تستاهلش تفكير والهم، فيق ما بقى لا تراكتور لا لامبا، على حسب السياق زعما فيق راه طلع النهار بركه مسكره، غي سر وبكي على الالحان تيق العمر غادي بالطيمبو رومبا، يعني بركه ما تبوح بالهم ديالك ما كاين اللي حاس بيك، العمر غادي بالطيمبو رومبا، الطيمبو في الراب هو سرعه الايقاع، يعني العمر دغيا كيطير بحال الايقاع السريع ديال الطيمبو رومبا، تلقي ليستا السكريتيرا جيبي قهوه وحضري سطل، صبري نشوف كاع ستوك لي تيرا اللي سولك عليا قول له رحل، يعني جيبي قهوه ولا ايحا نشوف الروابا اللي كلاشاوني، اللي سولك عليا قولي له رحل، يعني لا مبالي ما مسوقش الوقت وما مسوقش المواعيد اللي دار مع الناس،
حفرنا بالمعالق بير حلو ما كناش زمزم يبان برو. وقصد بالمعالق يعني واخا مرة مرة فين كيحط شي تراك شق طريقه في الراب بلا ما يزرب ودار جمهور وكارير. نهار بوز تيبان برو كتسمع تبوريدة بلي كلافي، يعني نهار كيعول يحط شي اغاني عميقة بزاف وكيبان برو بمعنى استاذ كتسمع تبوريدة بلي كلافي، يعني كل شي كيولي يهضر عليه في مواقع التواصل وكل شي كيكتب عليه وشرح تراكات ديالو كما درت انا دابا. كلافي كل صرت عويدة مجتمع زواق دواق ضرب الابل في الاير دوز الخشوع بالتبويقة شبكنا الدنيا بالدين مزوم عليها من الدومي لدوز كل نهار تفليقة مضرب مع افكاري بنجبل الانوار الشرفة كل صبحت نويقة شعبنا عزيز عليه فيق في النبوري على الخرافة تفرشت الحقيقة وما زلت نسين الطبيعة دير معجزة في الوطن كشفات الموسيقى عينيها في القريمة وضحكة بنضل محجوبة حرضان. كل سطر تعويدة مجتمع زواقي دواق ضرب الابل في الايردوز، يعني كل سطر كيحط فيه جملة عميقة كتحير اي واحد كيسمعها. مجتمع زواقي دواق ضرب الابل في الايردوز يعني مجتمع كتهمو غير المظاهر وما كيستغلش الذكاء ديالو في انه يفرق بين الحاجة اللي عندها قيمة بحال ابل تابعة لشركة مايكروسوفت اللي هي اكبر ثورة في التكنولوجيا لبيل غيتس اغنى رجل في العالم حاليا، من الحاجه اللي عندها قيمه قل منها بحال سياره ايردوز وكيقارنهم غير في الثمن وتابع غير الرفاهيه اللي قصد بها الزواق، بحيث هذا المجتمع قادر يشري طوموبيل باش يحترموه الناس على انه يشري بيسي ويتعمق في التكنولوجيا ويستافد. وخايبا فقير ما تهموش نضرد الناس ليه، الخشوع في التبويقه شبكنا الدنيا بالدين مزوم عليها من دوميل دوز انه بدا الهضره في الدنيا والدين من اسلام سياسي وطرحوا المواضيع الدينيه الى اخره من 2012، والخشوع في التبويقة يعني كيطرح المواضيع بطريقة عميقة ويقدر يكون كيقصد بها انه كيكون محشش ومغيب في اللحظة اللي كيكتب غير حنا اللي كنديرو فيها عميقين في الشرح. كل نهار تفليقة مضرب مع افكاري مبنج بالانوار الشرفة، يعني كل نهار كيكتشف حقيقة جديدة وكيولي ينتقد بافكار جديدة الافكار اللي كانت عنده من قبل، وغالبا ديك الافكار القديمة غتكون مبنية على افكار فطرية متداولة بين الناس بدون اعتمادها على ادلة منطقية، وهذا الشيء اللي قصد به مبنج بالافكار الشرفة، يعني تزاد في مجتمع كيامن بالخرافات اللي كتخليه مبنج وما كيفكرش بالمنطق، ولكن هو قدر يفكر ويكتشف حقائق ما كانش عارفهم من قبل فاش كان كيامن حتى هو بالخرافات. كل اصبحت نويقه شعبنا عزيز عليه يفيق في النبوري على الخرافات، وهذه الجمله كتزيد تاكد الفكره اللي قبل منها اللي ديجا قلت فيها باللي الشعب كيامن بالخرافات فرشات الحقيقه ومازال تنسين الطبيعه دير معجزه في الوطن. فرشات الحقيقة يعني في ظل هذا التقدم التكنولوجي بانوا بزاف ديال الحقائق، ولكن الناس مازالين مأمنين بالخرافات وكيتسناو توقع شي معجزة طبيعية، والناس اللي ديجا كيتمزكوا البوز فلو غيكونوا فاهمين شنو كيقصد بالخرافة والمعجزة بلا ما نزيد نوضح. كشفات الموسيقى عينيها في القريمة ونضال محجوب أحرضان، وهنا كيقصد الروابة أو الفنانة بصفة عامة اللي ما كيهمهم غير يتغناو بأي طريقة لدرجة أنهم قادرين يتخلاو على المبادئ ديالهم وينضموا للدولة ويدافعوا عليها ويبيعوا الماتش كما كنقولوا ويوليوا يناضلوا بحال محجوب أحرضان اللي هو مجاهد قديم ساهم في محاربة الاستعمار، يعني يوليوا يديروا فيها مناضلين ولكن الهدف ديالهم من هذا النضال الوهمي هو الفلوس. وبين قوسين على حسب تراكات القدام ديال بوز راه النضال بالنسبة له ما كاينش وكاع دوك القصص ديال الاستعمار والاستقلال ما هي غير مدبرة من طرف الدولة ضد الشعب، والضحية هو الشعب والناس اللي تيقوا هاد القصص وناضلوا على والو وتيقوا باللي راهم مناضلين.